برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. وزي ما نوهنا النهاردة من بداية الحلقة أننا خصصنا الفقرة دي نتكلم فيها عن برامج الحماية الاجتماعية اللي بيقدمها بنك مصر. الحقيقة بنك مصر يعني له باع طويل وله مجهود كبير وخدمات كتيرة جدا بيقدمها من برامج الحماية الاجتماعية، وكمان ده مش النهاردة ولا امبارح لكن من فترات وسنين طويلة جدا. لكن النهاردة هنقف عند بعض البرامج اللي بيقدمها والمهمة جدا برضو ان احنا نقولها لحضراتكم، منها توفير فرص عمل للشباب، الناس او الشباب اللي عنده فكرة انه يجيب عربية طب اشغلها، طب اخليها تشترك في اللي هي الشركات بتاعة النقل الجماعي، طب انا اضمن منين لو انا اشتريتها ان انا اقدر اشغلها معاهم. بنك ناصر بيساعدك انك تشتري العربية، بنك ناصر بيساعدك انك تبقى ضامن انك تقدر تشغلها من خلال الشركات دي. الاسر اللي ملهاش عائل كمان او الام هي اللي بتعول، ازاي ممكن يكون كمان بيوفر لها برامج حماية اجتماعية. رد الجميل ده موضوع كبير جدا ممكن نتكلم فيه النهاردة، كبار السن ازاي ممكن نرد لهم الجميل ونضمن لهم حياة كريمة. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف اكتر ايه هي برامج الحماية الاجتماعية اللي بيقدمها بنك ناصر، وكمان ايه شروطها وازاي نستفيد منها. بيسعدنا وشرفنا استاذ احمد رميشي المشرف على قطاع الائتمان ببنك ناصر الاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، منورنا جدا يا استاذ احمد. ربنا يخليك، شكرا. عايز ابتدي مع حضرتك، يعني ايه الفرق بين بنك ناصر التابع لوزاره التضامن الاجتماعي وما بين البنوك بقيه البنوك اللي في مصر اللي بنشوفها خاصه البنوك الاستثماريه؟ يعني هو في الحقيقه بنك ناصر الاجتماعي بقرار انشائه هو الغرض منه تحقيق يعني الهدف التكافل الاجتماعي بين كل فئات المجتمع، مش بس تقديم الخدمات البنكية أو المصرفية المعتادة. البنك ليه شقين، ليه الشق المصرفي اللي بنقدم فيه كل الخدمات المصرفية اللي موجودة في البنوك الأخرى، وعندنا الشق الاجتماعي أو الشق اللي بيهدف لتحقيق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وده اللي بيتميز به بنك ناصر. أيضا الشق المصرفي والخدمات المصرفية اللي البنك بيقدمها غالبا أو دايما بيبقى ليها بعد اجتماعي، بيبقى ليها هدف تنموي أو هدف مجتمعي بنقدر نحققه عن طريق المشروعات اللي احنا بنقدمها. طب احنا النهاردة عايزين نقف عند يعني بعض، أنا انتوا عندكم برامج حماية اجتماعية كتير جدا بتقدموها، لكن ازاي ممكن نخلي الناس النهاردة يتعرفوا على البرامج دي ويستفيدوا منها؟ وهبدأ مع حضرتك بالشباب اللي بيدور على فرصة عمل واللي ما عندوش إمكانيات، إن هتقولي يشتري عربية ويشتغل عليها، سواء أنا ما عنديش لا أجيب ولا أدفع أقساط كبيرة كمان لو خدتها عن طريق أي بنك. بتساعدوا الشباب في الموضوع ده إزاي؟ الحقيقة من خلال توفير فرص العمل إحنا عندنا محورين أساسيين بنشتغل عليهم. المحور الأول هو تمليك أو تمويل الشباب أو الأعضاء القادرين على العمل في أن هم يعملوا المشروعات الخاصة بهم حسب طبيعة كل مشروع، سواء السيارات أو مشروعات صغيرة أو أيا كان. المحور الثاني هو التأهيل والتدريب ورفع الكفاءة للخريجين أن هم يقدروا يلتحقوا بالوظائف اللي موجودة، طبعا كل ده من خلال جهات شريكة وبروتوكولات تعاون بيتم بين البنك وبين هيئات أخرى. يعني حضرتك ممكن تدربني لو أنا عايز أتدرب مثلا في مجال المحاسبة مثلا أخد شهادة معينة أشتغل بيها، ولا التدريب ده إزاي؟ يعني الشق التدريبي ده خاص بخريجين الجامعة لآخر 5 سنوات. عندنا مبادرة اسمها مبادرة وظيفتك، دي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات تابع لوزارة الاتصالات. المبادرة دي هدفها ان احنا بنوفر للخريجين كورسات تدريبية متخصصة ومتقدمة. الكورسات دي بياخدوها في اماكن متعاقد مع المعهد القومي للاتصالات. الجديد هنا في وظيفتك ان الشاب اللي بيلتحق بالبرنامج التدريبي ده بيكون ضامن انه هيشتغل، يعني مش بيدخل الكورس واموله يعني بتكلفة الكورس بشتغل وبسيبه، لا. الشركة القائمة بالتدريب بتقدم خدمة التدريب والتأهيل وبتوفر وظيفة بشروط معينة بيكون عارفها المتدرب قبل ما يلتحق بالتدريب. يعني ده بيبقى التزام، يعني انا لو اتوفر فيا الشروط دي ودخلت التدريب فعلا فالتزام على الجهه دي انها توفر لي شغل. بالظبط يا فندم، انا معيش اي شغل، يعني شغل لازم يكون في نفس التخصص اللي حضرتك خدت فيه التدريب وبحد ادنى للراتب وبعقد لمده سنه على الاقل. طب انا مش معايا فلوس التدريب نفسه، الكورسات غاليه ما تدفعش حاجه. يعني الخريج بيلتحق بالكورس
وبيبدأ يتدرب. مدة تدريب بتقف في حدود 3 شهور. تمام. وبعد كده الشركة بتوفر له الوظيفة، بيستلم الشغل بتاعه، وبعد كده بنفعل احنا عليه القرض، هو قرض حسن بدون أي فوائد، بنفعل عليه القرض بعد ما بيشتغل، بحيث يعني ان هو الكورس ده مثلا ب 3-4000 جنيه هتاخده منه. لا، الكورسات دي بتبقى اغلى من كده، بتبقى توصل 30000 او 35000 جنيه. هتاخد من الفلوس دي بعد ما اشتغل، بعد ما حضرتك بتشتغل وبتستلم الشغل بتاعك، بنبدا نفعل قيمه القرض على العميل. بيبدا يدفع لنا الاقساط من مرتبه اللي احنا وفرناه له في الوظيفه. على مده قد ايه مثلا؟ على مده 3 سنين. حلو خالص. يعني اقصى قرض يمكن 36000، على 3 سنين بيدفع 1000 جنيه في الشهر. حلو ده. بس واقل مرتب موجود في الوظائف 4000 جنيه. اقل مرتب ما يكونش مر اكتر من 5 سنين على التخرج. لازم يكون من شباب الخريجين، لان احنا بنستهدف في البرنامج ده الفئة الخريجين الجدد. طب انا يعني انا النهارده لو شاب اتخرجت من الجامعه وشايف ان انا اخد كورسات معينه، كورسات الغاليه اللي حضرتك بتقول عليها دي 30000 جنيه او اكتر، اجي البنك اقول لهم انا خريج وعايز يعني عايز الكورسات بتاعتكم، يعني اروح فين واقول لهم؟ حاولنا نخلي القرض ميسر لابعد درجه، مش بس ان هو بدون فوائد، لكن حتى في الاجراءات بتاعته. فممكن من غير ما حضرتك تتوجه للبنك خالص، بتدخل على الويب سايت الخاص بمعهد قومي للاتصالات، وفي لينك اسمه وظيفه تك. حضرتك لما تدخل على اللينك ده بتلاقي كل الشركات اللي موجوده في المبادره والوظائف اللي هي بتوفرها والشروط المؤهله للالتحاق بالكورس ده. تقدم حضرتك، بتملى الابلكيشن على الويب سايت، وبعد كده الشركه بتبعت لحضرتك ويعملوا معاك انترفيو وبيتاكدوا ان حضرتك ممكن تلتحق بالتدريب. فبالتالي معهد الاتصالات بيسلم المتدرب خطاب اسمه خطاب ترشيح، بيتوجه بيه بقى هنا لفرع البنك، يقول له انا مرشح للكورس الفلاني اللي تكلفته قد كذا. بس الشركات هتبعت لكل الشباب طالما منطبق عليهم الشروط؟ يعني النهارده زي فكره ان في مؤتمر، في حاجه انا مطلوب مني هاخد 5000 واحد، واللي تقدمه 10000، طب انطبقت الشروط على 6000 منهم، هبعت للست اعمل انترفيو ليهم ولا طبعا إيه؟ كل شركه ليها كباستي معينه. لما بيحصل ان الاعداد بتبقى ازيد من المتقدم من الوظائف المتاحه او المطلوبه، بيبدا ان احنا نتعاقد مع شركات اخرى او نوفر فرص عمل تانية. ده اللي اقصده، ان ما بنسيبهمش لكن بنحاول نوفر مع شركات تانية. لا، بنحاول طبعا نوفر. وبعدين مش بس وظيفه تك، احنا عندنا مبادرات تانية خاصه برضو بالتدريب. تعاقدنا مع اكاديميه من اكبر اكاديميات السيارات في مصر. برضو عندهم أكاديمية تدريبية بيدربوا سواء المهندسين أو الإداريين كمحاسبين أو كده، أو الحرفيين كمان اللي هم بيشتغلوا في صناعة السيارات وصيانة السيارات. بيدربوهم برضو لمدة 3 شهور، وبعد كده بيلتحقوا بالعمل عندهم في الأكاديمية، وبيضمنوا برضو تشغيلهم. بس كل دول برضو لسه شباب وخريجين يعني؟ لا، مش ضروري هنا يكونوا شباب، بس يكون الأكاديمية اللي احنا يعني ماضيين معاها تقبل ان هم يشتغلوا معاهم. طيب المرتبات يا استاذنا، يعني ممكن تبقى استاذ احمد ممكن تبقى عامله ازاي يعني؟ اصل السؤال ده اكيد الشباب كتير بيسالوه، انا فاهم. في وظيفتك اقل مرتب بيبقى 4000 جنيه. طبعا. وبيوصل بعض التراكات او بعض التخصصات الخاصه بتكنولوجيا المعلومات والبرمجه بتوصل الحد الادنى للمرتب 10000 جنيه. يعني انت كشاب لسه متخرج بكالوريوس تجاره على الله، لما هتروح وهتتدرب اقل مرتب هتقبضه 4000، ويمكن يوصل لابعد من كده كتير كتير جدا، والبنك هيبقى ياخد منك الفلوس اللي دفعها لك من غير فايده ولا مليم، هياخدها منك لما تشتغل. لا، و1000 جنيه في الشهر اللي هي و1000 جنيه في الشهر. ناخد بس تليفون جاي لحضرتك. استاذ نجيب معانا من الجيزه، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ هبه. صباح الفل. صباح الخير على الاستاذ احمد معاكم جد ونجيب عشان يبقى الكلام واضح يعني. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. انا على المعاش وداخل على 70 سنه. ربنا يديك الصحه. معايا ابن دكتور عايز اشطب له شقه عشان اعملها له عياده. رحت بنك ناصر وجبنا مفردات مرتب بنك ناصر اللي في الهرم، وجبنا مفردات مرتب، عقدوني الدنيا عايزين ضامن حكومه، اجيب من فين ضامن حكومه؟ طب انا محول معاشي على بنك ناصر، والمدام ممكن تحول معاشه على بنك ناصر. وهو ابنه هيحول معاشه على بنك ناصر، يعني عنده حوالي 10000 جنيه ضمان شهري. فاحنا عايزين تسهيلات، يعني انا ده الدكتور عايز اعمل له عياده وعايز اتجوزه، اجيب من فين؟ فمحتاجين قرض كويس كده، لان ده لسه شريك جديد بتاع 5 سنين يعني. تمام. وشكرا لحضرتك. شكرا نجيب. طب ممكن هو معانا على التليفون؟ نجيب معانا؟
طب هو لو سمعنا حضرتك ممكن تكلمنا تاني؟ احنا بس محتاجين نعرف. وطبعا اي تمويل بيبقى ليه حد اقصى للسن. معظم البنوك ما بتمولش بعد ال 60، احنا بنوصل لغايه. لا هيمول لابنه مش ليه. لا بس على معاشه. معاشه ومعاش زوجته يعني. لكن هو قال في معاش لزوجته ومعاش لابنه. فاحنا عايزين نعرف لو فعلا زوجته بتاخد معاش او ابنه. هو قال ابنه يقدر يعمل يعني الرقم 10,000. هو ابنه ما بياخدش معاش اكيد يعني، هي بس دي زلت لسان يعني، لكن هو اللي بياخد معاش هو في النقطه دي. غير كده ممكن يشرفنا في البنك طبعا، ونشوف ايه الافضل الحلول اللي ممكن نقدمها له، واحنا ما عندناش مشكله. لكن احنا في الفرع بيقول بتاع الهرم يعني واضح ان في عقبات قابلته، يلجا لمين خطوه؟ غالبا هو اللي انا فهمته من كلامه هو مشكله السن. لان ما ينفعش نمول بعد ال 70 يعني، بعد سن ال 70 سنه صعب ان انا انشئ التزام على المواطن طبعا. اللي هو واخد قرض وده المعاش اللي هو بيعيش منه، البديل انا كمان احمله الالتزام. البديل ان ابن حضرته هو بيقول ابنه طبيب. فاكيد ليه دخل نقدر ان احنا نموله، زوجته ليها معاش او ليها دخل نقدر ان احنا نمولها. هو نفسه عايز يشطب شقه يعني، هو مش عايز قرض نقدي، هو عايز يشطب العياده لابنه، الشقه دي عياده. هو ينفع الشقه واخدها يعملها له عياده؟ ينفع البنك يديله الخدمه ما يديلوش الفلوس؟ ايوه طبعا. ازاي يعني البنك هو اللي يجي يشطب لي؟ ما هو لا مش هيجي يشطب، لكن هو طالما هي عياده فاذا ده مشروع. البنك بيمول مشروعات المتناهيه الصغر ومشروعات الصغيره. تمام. فانا اقدر اتعامل مع الدكتور ابن الاستاذ نجيب ان هو عايز يعمل مشروع. فانا بمول المشروع من غير ما الجا خالص لمعاش والده. لكن عشان انا اشطب الشقه واخد القسط من المعاش اللي هو بيعيش منه ده ما اعتقدش هيبقى اختيار. هو ابنه دلوقتي عنده دخل 10,000 جنيه، ما هو قال معاش، بس هو اللي عنده دخل 10,000 جنيه عن طريق دخل ابنه يقدر يلجا لبنك الناصر بشكل شخصي بعيد عن طبعاً والده طبعاً. ويعمل ده على اعتبار انه مشروع. صح كده؟ بالظبط يا فندم. والمشروع نفسه العياده هي اللي تسدد الاقساط مش معاش الوالد. المعاش ده المفروض ان هو بيعيش منه يعني، فصعب ان انا اخصم منه المعاش للقسط بتاعي وهو يبقى مستني بقى العياده تدخل دخل او ما تدخلش او كده. طب بس انا عارف يا فندم ان انتوا ليكم برضو برامج اجتماعيه لكبار السن، ايه هي يعني؟ حضرتك بتقول المعاش فما اقدرش. احنا بنهتم اهتمام كبير جدا بالسيدات وبكبار السن. كبار السن عاملين لهم عدد من الخدمات، يمكن ابرزهم شهاده رد الجميل، ودي شهاده ليها اعلى عائد في السوق المصرفي من فتره كبيره جدا. احنا محافظين ان احنا نبقى اعلى من اعلى عائد في السوق، وده نوع من رد الجميل للكبار السن اللي فوق ال 60 سنه، يعني نوع من المساعده في الحياه الكريمه وان هم يقدروا يعيشوا كويس. يعني مثلا هو خد مكافاه نهايه الخدمه. فبيبقى طبعا صعب شويه ان هو يدخل في مشروع او ان هو يحقق دخل منه، ولو فضل يصرف من المكافاه دي هتخلص طبعا. كام يا فندم الفايده؟ الفايده بتوصل ل 12% دلوقتي. عندنا دوريات صرف متعدده، سواء عايز العائد كل شهر لو هو محتاج العائد ده شهريا يصرف منه، لو مش محتاجه ممكن ياخد عائد كل سنه بعائد اعلى، ممكن يعمل الشهاده على سنه واحده، ممكن يعملها على 3 سنين، يعني في اختيارات متعدده. يعني الشهاده دي بتبقى بكام؟ حد اقصى 2 مليون جنيه. لكن حد ادنى؟ حد ادنى 1000 جنيه. 1000 جنيه اقدر اعمل الشهاده؟ يقدر ب 1000 جنيه يعمل الشهاده بمضاعفات ال 1000 جنيه لغايه 2 مليون يقدر ان هو يعمل شهاده. اي شروط ثانيه خاصه مثلا بسن ولا اي حاجه يا فندم غير البطاقه عشان نتاكد ان هو فوق ال 60 سنه. بس يقدر حد من الاولاد يعملها لبابا او لماما يعني؟ العميل اللي هيبقى باسمه الشهاده يكون فوق ال 60 سنه. لكن اي حد من الاولاد حابب يعمل ده، لو حد عايز يعمل ده كاهداء لوالده او لوالدته او كده مفيش مشكله. بس لازم ببطاقه الاب او الام يعني عشان يتاكد من السن. وطبعا العميل نفسه الاب يعني او صاحب المعاش هيبقى موجود في البنك عشان هيفتح الحساب والكلام ده، لكن اللي ممكن يعني يدفع الفلوس او يعمل الايداع ممكن يبقى حد عايز يهدي ده، مفيش مشكله طبعا. طيب معانا تليفون برضو لحضرتك، معانا مدام هويده من الجيزه. صباح الخير. صباح الخير. نور. انا عايزه ادخل في البرنامج ده بعد اذنك. حضرتك معانا على الهواء، واستاذنك بس توطي التلفزيون. طب حاضر. اتفضلي. يا مدام هويده. مدام هويده. اين انت؟ بتوطي التلفزيون. يا مدام هويده. انا اسمي جنسيان يا حبيبي. اهلا بحضرتك. اهلا 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 بيك. اتفضلي سؤالك يا ماما. انا عايزه اسال لو حطيت مبلغ لابني
في البنك الاجتماعي دوت قد ايه وياخد عائد شهري كل شهر؟ باسم ابنك يا ماما يعني؟ احطه باسم ابني. ابنك عنده كام سنه؟ ابني عنده 35. طيب حاضر. عينين عايزه تعملي له شهاده او حاجه وهو ياخد منها عائد صح كده؟ يعني ادفع كام وهاخد كام؟ طيب يا ماما عينينا. حاضر حاضر. حاضر عينينا. شكرا. تقدر ان هي تعمل شهاده لابنها سواء شهاده مدتها 3 سنين او 5 سنين وتحدد العائد سواء شهري او دوريات صرف بقى متعدده. الشهاده ممكن من 1000 جنيه زي ما كنت بتكلم في رد الجميل، ايضا في الشهادات الاخرى العاديه من 1000 جنيه تقدر ان هي تعمل الشهاده بتاعتها وتصرف العائد بتاعها. هي عايزه تعرف بس ايه عشان انا استفدت مثلا اقرر هعملها بكذا فالفايده بتاعتي هتبقى كذا. لو حتى حسابين على سبيل المثال نبتدي من اصغر واحده لو حطيت 1000 ولو خدنا رقم اكبر شويه على سبيل يعني المثال. هو الشهاده الثلاث سنوات العائد بتاعها 11%. فهي لو حطت 1000 جنيه هتاخد في السنه 110 جنيه. ده في السنه. تمام. وهكذا بقى تضاعف هي المبلغ. تمام. يعني الشهاده ب 11% وتقدري تعمليها باسم ابن حضرتك. طبعا لو باسمها هي يبقى 12%. لو باسمها هي تبقى هتدخل في الشريحه لو هي فوق ال 60 الشريحه الخاصه برد الجميل، ودي لها عائد المميز زي ما قلت لحضرتك بتوصل 12%. بيبقى في يا فندم يعني ما المشاكل الاسريه بتاعتنا او يعني اوقات الاسره بتعطل شويه على فكره تجهيز بنتهم، وعندنا تجهيز العروسه في مصر مبالغ فيه لدرجه كبيره جدا ولدرجه ان في ناس بتتدين وتمضي كده حاجات غريبه وبتدخل السجن بسبب بس ان هي تجهز عروسه يعني. فعندكم حاجه لفكره جهاز العروسه بشكل خاص؟ عندنا برنامج تمويلي اسمه تاسيس شقه الزوجيه. البرنامج ده خاص بالمقدمين على الزواج سواء الزوج او الزوجه او ولي الامر للطرفين. بيقدر ان هو ياخد تمويل من البنك، تمويل نقدي بيساعده في تشطيب الشقه والجهاز والمصاريف الخاصه بالزواج. كل المطلوب بس ان هو بيحول مرتب بتاعه او المعاش بتاعه على البنك، وبيجيب ما يفيد ان هو تم كتب الكتاب يعني او الأسيمة الزواج او محضر الخطبه، وبناء عليه بنبدا ان احنا نديله التمويل، بس ما يكونش عدى عليها اكتر من 7 سنين. اللي هي القسيمه. القسيمه عشان يبقى زواج حديث يعني. طب الضمانات بتبقى ايه يعني؟ الدخل لو هو موظف بيحول المرتب بتاعه، او لو معاش بيحول المعاش، او لو وريثه معاش حد مثلا واحده بتاخد معاش عن زوجها مثلا او كده برضه بنقدر. لو بيشتغل عمل حر بقى يعني والدها اصلا اكيد اللي راح ياخد فلوس عشان يجهز بنته اكيد يعني برضه الحاله على قدها يعني، هو على باب الله كده يعني بيشتغل يعني بتدرس الحالات المتقدمه على حسب الدخل بتاعه، بس لازم يكون اللي بياخد التمويل يكون له مصدر دخل ثابت عشان يسدد يقدر يسدد منه عشان ما نورطوش، لان ممكن لو اديته مبلغ كبير هو ملوش دخل او الدخل بتاعه مش متناسب مع المبلغ اللي هو عايزه، يبقى احنا مش بنساعده احنا بنورطه. صحيح. لان بعد كده مش هيقدر يدفع الاقساط الخاصه يعني. هو اللي المفروض بيحدد احتياجه مثلا الحاجات اللي ناقصاه بنته او ابنه عاوز يعمل في حدود كام ويقدم بيحدد المبلغ اللي هو عايزه. واحنا برضو بنشوف الحد الاقصى للتمويل اللي نقدر نديه له وفقا للدخل المثبت بتاعه، وبنقارن بين الاثنين وبالمناقشه طبعا مع العميل بنوصل للمبلغ اللي نقدر ان احنا نديه له يحل له المشكله بتاعته وفي نفس الوقت ما يتورطش. تمام. يعني تحديد الحد الاقصى بيرجع للدخل بتاع العميل هيبقى شكله ايه. طبعاً. طيب ده بالنسبه لتجهيز العرايس او لمسكن الزوجيه، لكن بشكل عام في برنامج للحمايه الاجتماعيه بالاسر اللي ملهاش عائل، يعني ظروف الانفصال، الطلاق، وفاه الزوج، كتير قوي بتبقى الام او الزوج هي المسؤوله. طبعاً. احنا عندنا برامج الحمايه يعني متعدده جدا، يمكن صندوق تأمين النفقة تابع لبنك ناصر، أي حد معاه حكم نفقة بصيغة تنفيذية من المحكمة بتتقدم للبنك، والبنك بينفذ المبلغ الخاص بالحكم، بيصرف النفقة بحد أقصى 500 جنيه للمستحقة، والبنك بيتحمل عبء متابعة والتحصيل من المدينة. يعني لو هي ما عرفتش تاخد بشكل مباشر من الزوج او في مشاكل في السداد منه، هي بتتقدم للبنك بالصيغه التنفيذيه اللي معاها اللي هو الحكم، حكم المحكمه اللي هي بيحكم لها مثلا بمبلغ معين، البنك بيصرف لها المبلغ ده وبيتحمل البنك عبء ملاحقه المدين واستداء الفلوس. طب غير النفقه يا استاذ احمد، يعني في ظروف برضو كتير جدا للانفصال او للوفاه وبتبقى الزوجه برضو وهي اللي شايله العبء ده، بس مش عن طريق نفقه، معهاش حكم محكمه وما خدتش حكم، ما هيش هينفع. ما هو على حسب، لو هي ليها دخل
بتقدر ان هي بالدخل بتاعها تاخد تمويل سواء لمشروع او تمويل نقدي. لو هي ما عندهاش دخل بتتقدم طبعا في وزاره بقى التضامن لبرامج تكافل وكرامة. لو هي معاها حكم نفقه بنبدا ان احنا ننفذ حكم النفقه ونساعدها في ان هي تاخد النفقه. لان حضرتك قلت احنا بنهتم جدا بالمراه وبالشباب طبعاً. ففي اهتمامات المراه لو انا زي ما حضرتك قلت كده ظروفي لا معايا حكم نفقه ولا في زوج بيصرف بس عايز اعمل مشروع صغير وكمان ما عنديش ما اعرفش مش عارفه اصلا هعمل ايه ممكن تساعدوها ان هي حتى تختار. طبعا لا في المشروعات الصغيره احنا عندنا مشروع اسمه مشروع مسطوره للمراه المصريه القادره على العمل. وده مشروع يعني مشروع قومي اطلق سنه 2017 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر خصص لنا 250 مليون جنيه لتمويل السيدات المصريات القادرات على العمل. دي خاصه يا فندم يعني بالاعمال الحرفيه ولا اي سيده مصريه عندها القدره ان هي تشتغل اي شغل سواء شغل حرفي او شغل مشروعات منزليه او تقدر ان هي تفتح مشروع او ايا كان المشروع. الحد الاقصى كام يا فندم؟ الحد الاقصى والحد الاقصى 30,000 جنيه الفايده والحد الادنى 4,000 جنيه القرض بدون فوائد بمصروفات بدون فوائد مصروفات اداريه فقط. ده حلو جدا ده. احنا عملنا لغايه دلوقتي اكتر من 20,000 مشروع كلهم طبعا للسيدات يمكن في كل محافظات الجمهوريه. عملنا مشروعات في حلايب وشلاتين وبرماد يعني كل حتى على كام سنه الحدوديه على سنتين يا فندم. حلو على سنتين عملنا 20,000 مشروع يمكن 350 مليون جنيه نتيجه اعاده تدوير المبالغ اللي احنا بنمولها. المشروع مسطوره دلوقتي احنا كمان عملنا المرحله الثانيه منه قدمنا بعض الخدمات الغير ماليه اللي ممكن تساعد السيدات في ان هي تختار الاول الشغل بتاعها ايه بالظبط او المشروع اللي هي عايزه تشتغله هل هتقدر تعمله ولا لا. وبعض الخدمات الخاصه بالتسويق والتدريب ازاي يدربوها ان هي ازاي تدير الاموال طبعا بشكل مبسط وازاي ان هي تقدر ان هي تحسب لنفسها المشروع الربح بتاعه قد ايه وتقدر تجيب بضاعه تاني ازاي عشان ما تسحبش من المشروع وتصرف والمشروع نفسه ما يكملش. لكن يكون المشروع مربح طبعا. طبعا وكمان عملنا لهم خدمات تسويقيه بالتعاون مع بعض الجهات الدوليه كمان بيدوهم دورات تدريبيه على ازاي تسوق المشروع بتاعها. يعني بتساعده ان هو يكسب ويسدد اللي عليه والمجتمع يشتغل يعني العجله تدور. بالظبط مش بس مجرد تمويل لا احنا بنعتبر ان احنا بنشارك العميل في او العميله في المشروع بتاعها. يمكن عندنا اكتر من عميله في مسطوره تم تكريمها من السيد الرئيس بنشوف طبعا فعندنا نماذج الحمد لله. هو المشروع ناجح جدا والبرنامج ده كمان حقق صدى كبير. لكن استاذ احمد هرجع مع حضرتك لنقطه الشباب ودلوقتي يعني احنا بنتابع اسئله الناس زمايلنا في الاعداد بيتلقوا اسئلتهم. حضرتك اتكلمت على خريجين الجامعات لكن في سؤال جالنا حد مش موظف وخريج دبلوم وعايز يعني ما عندوش دخل معين يكون فيه ضمان لكن محتاج اعمل مشروع اعمل ايه واسدد ازاي واقدر اخد كامل حد الاقصى للقرض. المشروعات الصغيره مش بتعتمد على دخل موظف او معاش زي المشروعات اللي كنا بنتكلم فيها زي التدريب او القروض النقديه. المشروعات الصغيره بتعتمد على المشروع نفسه وبيسدد الاقساط من المشروع مش من دخله. فبالتالي هو مش محتاج ان هو يكون بيشتغل في وظيفه حكوميه او في وظيفه ثابته او في وظيفه اصلا بيقدم ايه ورق عشان ياخد المشروع. بيتقدم للبنك عندنا كذا منتج للمشروعات الصغيره. بوجه عام المشروعات الصغيره يعني موجوده في البنك بدايه من 10,000 جنيه بنوصل لغايه 2 مليون جنيه بالسداد على 5 سنوات. العميل بيتقدم بالمشروع بتاعه سواء مشروع قائم او مشروع لسه هو عايز يعمله مشروع جديد وبيعمل دراسة جدوى للمشروع بتاعته بيجي يتكلم مع الزميل في البنك بيقول له أنا عايز أعمل المشروع الفلاني ودراسة الجدوى بتقول كذا وكذا وبيبدأ يتناقش معاه فبنشوف لو هو فعلا جد في المشروع وعنده الخبرة الكافية اللي يقدر ان هو يدير بيها المشروع ده بنموله في المشروع بتاعه زي ما قلت لحضرتك بحد اقصى 2 مليون جنيه. لو مشروع قائم بالفعل يعني عندي ورشه صغيره بصنع مثلا نعل احذيه بصلع مش عارف خيط ايه بعمل كده حاجه ورشه صغيره انا محتاج اكبرها شويه فهل ده ممكن تبقى ضمان طبعاً. لو انا مأجر المكان بالفعل والمكان قائم والمكان شغال طبعاً. هل ممكن يجي موظف من البنك يشوف المكان فده يعتبر ضمان ولا بيبقى في ضمانات تاني بقى هما محتاجينها مثلا موظف حكومه زي ما قال الاستاذ نجيب؟ لا والاستاذ نجيب كان عايز قرض نقدي مش مشروع عشان كده قلت له لما قال عايز اعمل عياده
ان احنا نقدر نعمل المشروع من غير ما نلجا للمعاش بتاعه. يعني انا دلوقتي عندي مشروع وقائم والدنيا شغاله بس عايز اكبر شويه. ده طبعا مرحب بيه جدا. حضرتك بتتقدم لفرع من فروع بنك ناصر، احنا منتشرين في الجمهوريه كلها، عندنا طبعاً اكتر من 100 فرع في كل المحافظات. يقدر ان هو بيقدم بقى دراسه الجدوى زي ما قلت لحضرتك، والاوراق الخاصه بالمشروع بتاعه، عنده سجل تجاري مثلا، بطاقه ضريبيه، لو شركه مثلا او مشروع كبير شويه عنده ميزانيات بيقدمها. مش الصغيره دي يا فندم، لا بطاقه ضريبيه، لا حضرتك لو شركه لا اي نشاط دلوقتي لازم يكون ليه سجل تجاري. بس السجل التجاري بيطلع في يوم، يعني اللي عاوز 30 40 الف جنيه ده اكيد، يعني ده مش مسجل، يعني ده اكيد ده. احنا عايزين نحول كل النشاط الغير رسمي طبعا، نفسنا للنشاط الرسمي طبعا، الرسمي يعني للشمول المالي. فلازم اللي بيشتغل وياخد تمويل لازم يكون مسجل. ولو مش مسجل نساعده ان هو يسجل، يعني عايز تكبر مشروعك يبقى احنا نسجل. طيب استاذن حضرتك، سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. معنا سؤال تاني ناخد. استاذ سحر معنا من اسكندريه، صباح الفل يا مدام سحر. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي، انا من اسكندريه وعندي 48 سنه. اهلا بيكي. وكل ما بقدم على شغل يقول السن، يعني السن كبير تمام، ومعايا بقيم تجاره، وبعد كده كانوا هم مديني فيزة عملاء غير منتظمه، وبعد كده وقفوها لي. تمام. بدون عمل وبياخد كفاله وكرامه. تمام. فالحل ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انت عندك استعداد يا مدام سحر تشتغلي، يعني تفتحي لنفسك مشروع حتى لو صغير، فممكن استاذ احمد يقول لك تعملي ايه؟ يبقى حاجة. ممكن صح؟ بس ما عنديش امكانيه ان اعمل. هم هيساعدوكي. امكانيه البنك هيساعدك. انت عندك إيه؟ طب خليكي معانا استني. ما استاذه سحر حضرتك عندك اي خبره سابقه في اي نوع من انواع المشروعات؟ كنت بشتغل في مصنع ملابس جاهزه، يعني كنت بشتغل في المصنع، وبسبب كورونا طبعا الشغل وقف. طيب ما تقدر ده كويس لو جبتي مكانتين ثلاثه وصنعتي كده بنطلون صغير، صنعتي كده حاجه صغيره للاطفال، مش ده ينفع؟ ما لا، طب انا كانوا هم بيعملوا نظام القص وانا كنت اجمع اقفل، لكن اصلا ما اعرف. ما لا ماشي، ما انت هتجيبي حد يقص وانت تجمعي، بس قصدي يعني في نفس الشغلانه اللي كنت بتشتغليها. هي دي داخله تبع مسطوره؟ طبعا ممكن تبقى تبع مسطوره، او لو عايزه مبلغ اكبر ممكن تبع المشروعات الصغيره. طيب. لكن يا استاذه سحر لو حضرتك عندك استعداد انك تعملي مشروع والمشكله في التمويل، ممكن تتوجهي لفروع بنك ناصر في اسكندريه. أيوة. عندنا فرع في السلطان حسين، وعندنا فرع في احمد عرابي. حضرتك تقدري توجهي للفرع الاقرب ليكي تعملي التمويل. سامعاني يا فندم؟ انا قاعده مع حضرتك، انا ساكنه في العجمي. كانوا في ساكنه في العجمي بتقول. اوكي اوكي. وعندنا فرع في كينج ماريوت لو اقرب ليكي برضه. طيب. نعم. في فرع في كينج ماريوت. يا مدام سحر حضرتك هتروحي اقرب. نعم. فرع ليكي في بنك ناصر، وهتقدمي بس على انك عايزه تعملي المشروع للملابس الجاهزه، وانت بتقولي انا ما بعرفش اقص كنت بجمع. طالما عملتي مشروع والبنك ساعدك واداكي التمويل وجبتي المكان، هتجيبي حد كمان هو اللي يقص وانت تخيطي وتجمعي، ويبقى مشروع صغير وتبتدي تبيعي للناس اللي تعرفيهم واللي حواليك لغايه لما يكبر. ربنا معاكي. ربنا معاكي، شكرا ليكي. عايزه اسحرك اخيرا، انا عارف ان الوقت خلص، لكن يعني بنك ناصر بيتعامل زي بقيه البنوك بكروت وبنقدر نعمل ايداع وسحب، ولا لازم انا اتعاملت مع البنك لازم رايح جاي على الفرع؟ لا خالص، احنا عندنا اكتر من قناه او منافذ من منافذ التعامل، سواء الفروع او كروت الاي تي ام بنك عامل. بس مش بنشوف المكنه بتاعتكم موجوده في الشارع؟ لا، موجودين ماكينات بنك ناصر. وحتى لو حضرتك معاك الكارت الخاص ببنك ناصر تقدر تستخدم اي مكنه اي تي ام لاي بنك، مش لازم بنك ناصر. بتبقى رسوم بسيطه رسوم بسيطه، ودلوقتي حاليا متوقفه رسوم. بنك مركزي موقفه. وكمان عندنا منافذ فوري كلها، تقدر تسحب مستحقاتك من اي تاجر من فوري. حلو. بالكارت الاي تي ام بتاعك والرقم القومي، فتقدر بدل ما تروح لغايه مكنه اي تي ام او تيجي الفرع، لا تقدر تسحب. عايز ادفع القسط بتاع القرض ينفع من بره؟ حاليا الايداعات برضو عن طريق منافذ الشركات الدفع الالكتروني. حلو جدا، احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، وبنشكرك على المعلومات القيمه، واللي اكيد ان شاء الله كل الساده المشاهدين يقدروا يستفيدوا منها، واكيد في تسهيلات اكتر واكتر طبعا، ومعلومات هم هيعرفوها من خلال حضراتكم لما يتوجهوا بالزياره للبنك. نشكرك. شكرا جزيلا استاذ احمد رميش، المشرف على قطاع الائتمان ببنك ناصر الاجتماعي. شكرا يا فندم. نشكرك جدا، وبنشكركم على متابعتكم ودايما معاكم في الموضوعات اللي بتطلبوها مننا والموضوعات اللي تهمكم. ابعتوا لنا اكتر واحنا معاكم في اي موضوعات تهمكم
ليكم وتفيدكم، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده وصباح النور. يومكم جميل.